السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما حضراتكم شايفين كده، ده بغبغان الكاسكو أو بنقول عليه في مصر الزنجباري اللي هو الرمادي. النهاردة واحد صاحبي، يعني واحد زميلي، بعته لي وعايز إن هو يبيعه. فلو في حد يعني من حضراتكم ليه رغبة إن هو يشتريه، أنا هكتب رقم التليفون للتواصل. هو شاب صغير لسه. ده بقى بسم الله ما شاء الله يبان عليه، يعني جميل جدا و صحته الله أكبر عليه. والتواجد هو موجود في القاهرة في ملك الصالح، عن طريق التليفون إن شاء الله ممكن إن احنا نتواصل ونشوف هو عايز في كام وكده، وربنا ييسر. طبعا احنا عارفين إن الكاسكو من البغبغانات الجميلة المتكلمة في البيت واللي بتقبل التدريبات، وتكون يعني جميلة جدا في البيت وتتكلم كلام كتير جدا. يعني أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.